منتصف النهار و19 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية متجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات، تحية لكل الأمهات قبل على جبين كل أم، وإن شاء الله ربي يرحم ونعم كل أم توفات سعدون جابر يا أمي من الأنغام المحببة الحقيقة إلى قلبي وإلى قلب العديد من السادة المستمعين والمستمعات. احنا باش نمشيو لفقرة حديث ساعة مع نعيمة سولي نجاحي باش نشوفوا شنو يحكيوا التوانسة على مختلف المنصات. نذكر السادة المستمعين والمستمعات وأنه بعد قليل ضيفنا باش يكون حاضر في الاستوديو عضو المكتب الرئاسي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنوني اللي وصل إلى الاستوديو، مرحبا به. بعد شوية باش يشرفنا بالحضور في الاستوديو. قبل هذا صباح النور نعيمة، مرحبا بك، أهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين شهاب ونجم ومستمعي الإذاعة الوطنية. شنو هو يحكي والتوانسة؟ صحيح الامتحانات الوطنية وفات، قعد حديث على التوجيه للمعاهد النموذجية بالنسبة للنوفيام والتوجيه للكليات بالنسبة للبكالوريا الناجحين الجدد. كيف ما نعرفوا أن وزارة التعليم العالي تنظم أيام وطنية حول التوجيه الجامعي، لكن حتى المجتمع المدني كيف كيف يحاول بدوره هو أنه يوجه التلامذة هذوما. نحكي على تظاهرة إعلامية لفائدة الطلبة الجدد الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة. التظاهرة هذه نظمها الائتلاف التربوي التونسي بالشراكة مع الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، نهار 22 و23 جويلية الجري. ومعنا عبر الهاتف نائب رئيس الجمعية سي فتحي بغرارة. صباح النور سي فتحي. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك مدام نعيمه ومرحبا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه. الله يخليك سيدي. سي فتحي، لو تقدم لنا التظاهره هذه والفائده منها. التظاهره هذه هي تنتظم بالشراكه ما بين الجمعيه التونسيه للاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني والائتلاف التربوي. وكما ذكرت منذ حين مدام نهار 22-23 الهدف نتاعها بالأساس هو التوجه إلى الناجحين الجدد في البكالوريا. واخترنا لهذه التظاهرة صبغة خاصة شوية بحكم معرفتنا المهنية بمجال التوجيه ومعرفتنا بهذا الجمهور وجمهور التلاميذ الناجحين الجدد ووضعهم النفسي والاجتماعي بصورة عامة في هذه الفترة. اخترنا باش نلخص التظاهرة، اخترنا أن تكون مختلفة في أمرين. الأمر الأول أن تكون حصص مسائية، تعرفوا الظروف المناخية توا والمناها والسخانة، دونك اخترنا باش تكون حصص مسائية بداية من الساعة الرابعة، أمسية تمتد إلى الثامنة وحتى أكثر من الثامنة إذا كان ثم حضور وثم طلب. دونك هذا الخصوصية الأولى. واخترنا في الخصوصية الثانية أن تكون أغلب الأنشطة في هذه التظاهرة هي محادثات فردية، يعني بشي يلقى التلميذ مستشار في الإعلام والتوجيه أو أستاذ جامعي أو مهني يتوجه له بالخطاب اللي هو مخصوص، بمعنى أنه نقصنا في هذه التظاهرة من المحاضرات ومن المعلومات العامة ومن الكلام العام، وحاولنا أن نتوجه رأسا إلى مطالب مخصوصة. نعرف التوجيه هو جملة من المقاييس وجملة من الأفكار وجملة من المعطيات العامة، ولكن في الحقيقة هو مجموعة من المشاريع الفردية. كل تلميذ عنده اهتمامات ومشاريع فردية، أسئلة خاصة به هو فقط. هذاك علاش اخترنا باش يكونوا نوعوا في 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 في, في هذه التظاهرة، وباش يكون مجموعة من الفضاءات فيها مجموعة أكثر من 20 مستشار في العلم والتوجيه بالإضافة إلى ضيوفنا من الجامعيين والمهنيين. وكل تلميذ أو تلميذ نجم يجي حتى هو والذي يمتعه هو أبوه ولا هو أمه بش يلقى مستشار بش يقعد معاه يعطيه حيز زمني مخصوص اللي هو بالذات يطرح فيه أسئلته، يطرح فيه حيرته، يطرح فيه ربما مطالبه، يحاول باش يوفق ما بين أحلامه وما بين النتائج إلى ذلك. المهم أنه اخترنا لهذه التظاهرة أن تكون
فيها محاورات فردية بالأساس. سي فتحي مختلف عن التظاهرات السابقة. سي فتحي، أنت ذكرت نقطة مهمة جدا ولكن عرجت عليها تلميحا، أنا باش نأكد عليها تصريحا. أنت تعرف أنه توجيه، عملية التوجيه هي عملية مفصلية في حياة التلميذ، وينجم حتى التلميذ قبل سنوات يبدأ يحلم أنه يمشي في شعبة معينة، وقد يكون في اتفاق ولا في معارضة لذويه من الأولياء. فأنت قلت أنه يمكن من الأولياء وأنهم يحضروا مع أبنائهم التلميذ. أنا الحقيقة من وجهة نظري المتواضعة رأى أنه حضور الأولياء ضروري جدا، لأنه التوجيه والإرشاد الهدف منه في نهاية المطاف هو الإقناع، أنك تقنع التلميذ وتقنع الولي، وأنه إمكانيات التلميذ تتماشى مع الشعبة هذه مش مع الشعبة هذه، وهو علاش هو علاش. وخاصة وأنه أنتم في الأخبار اللي أوردتوه قلتوا لتفادي الأخطاء الشائعة، طالما وأنه قبل صار فيه العدد من الأخطاء الشائعة اليوم ضروري من تلافيها، وبالتالي تلافيها يكون بحضور التلميذ وبحضور الأولياء، ولا أنا غلط؟ لا مش غالب الكل في جنحان، يعطيك صحة. أنا أشرت لهذه النقطة تلميحا كما قلت، وانت فصلت فيها. احنا من جملة الأسباب اللي اخترنا باش تكون تم الحصص هذه في أمسيات، اليوم الأول ينطلق في الرابعة والثاني ينطلق في الرابعة، باش بعد وقت العمل، وإحنا نعرفوا توا نظام الحصة الواحدة دوم الأولياء ينجموا يحضروا، نعطينا فرصة أنه يحضروا الأولياء، الأولياء باش يحضروا هم أولادهم، مش باش يفرضوا على 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 ابنائهم، والا باش يتحدثوا في مكان ابنائهم، ولا باش ياخذوا موقع ولادهم. لا، المستشار في الاعلام والتوجيه هو مختص في التوجيه، وهو مختص في اداره الحوار بين الابن وابيه، ونعرفوا السياق بتاع التاثير والتاثر ما بين الابناء والاباء، ونعرفوا المخاطر الإسقاط الأبوي، وانت فهمتني في النقطة هذه لأن أشرت لها منذ حين. يعني احنا بالعكس، احنا حضور الولي هو بغاية إدارة حوار صحي بينه وبين ولده ولا بينه وبين بنته. يعني ينجم يتدخل البو، وأكيد احنا مانيش باش نمنعوا الأولياء من أنهم يتدخلوا ويتحدثوا ويعطيوا رأيهم، ولكن بطريقة صحية، بطريقة ما فيهاش إكراه، بطريقة ما فيهاش إسقاط كما قلت منذ حين. بالضبط. في نطاق مقاومة الإسقاطات، ربما ساعات بعض الإسقاطات غير الواعية في بعض الأحيان وهي أخطر. فإدارة الحوار، ذاك علاش قلنا المشاريع فردية، على أقصى تقدير فيها التلميذ يتحاور هو والوسط العائلي متاعه، والدخل هنا مستشار الإعلام والتوجيه أو المختص في التوجيه حتى يعطي للحوار ربما أسس عقلانية ويعقلن هذا الحوار، ويعطي للتلميذ حقه في أنه يختار ياخو رأي أبوه، ياخو رأي أمه، ياخو رأي عيلته، أقربائه، طلبة قدم، يلم المعلومة من مصادرها الموثوقة، ولكن في نهاية الأمر يختار باقتناع، يخرج بقرار نهائي بعد أنه يتحاور مع عديد العناصر. هو قبل ما نمشي لصديقنا نجم الدين العكاري محلل الحصة اللي حاب يتفاعل معك، أنا ذكرت لك نقطة قلت أنه لتفادي الأخطاء الشائعة، شنية أهم الأخطاء الشائعة اللي وقعنا فيها أقبل واليوم ضروري وأنه ما نقعش فيها؟ من جملة الأخطاء الشائعة أنه التلميذ يختار، هو عنده 10 اختيارات على أقصى تقدير، 6 اختيارات على أقل تقدير كعمل بتوجيه عن بعد، فيها من 6 إلى 10، هو مفروض عليه 6 على الأقل، ويحط ينجم يحط 10 بطبيعة الحال على أقصى تقدير. من جملة الأخطاء الشائعة أنه يقول كي نحط 10 تعطيني العاشر مثلا، دونك خليني في 6 برك باش هو يتصور، وأنه معناها كاينه نوع من معناها من المساومه بينه وبين موقع التوجيه اورينتاسيون، معناها الموقع هذا باش يعمر فيه اختياراته. يقول لك يتعامل بطريقه التوجيه المدرسي مش التوجيه الجامعي. ما عرفش اللي المساله هي مبرمجه وهي تطبيقه اعلاميه، اذا كان التلميذ يختار معناها اذا كان يستحق الاختيار الاول راهو في كل الحالات باش ياخذ الاختيار الاول، واذا كان ما يستحقش 6 اختيارات راهو ما ياخذ منه حتى اختيار. دونك يلزم يفهم وانه قد ما يعمر مثلا قد ما يعطي روحه فرص
للأنوي تقبل في دورة التوجيه. واضح جدا. خلينا نسمع نجم ديال العكاري بعد إذنك. تفضل. صباح الخير. صفاتي حبيت نستوضح احنا من قبيله نحكي ويظهر لي كأني انا ما سمعتش بالكدا، ما قلناش وين باش تتم التظاهرة هذه باش الأولياء يجيونا. والحاجة الثانية توا هو نعرفوا بطاقة التوجيه وفي جلوس الطالب وعائلته المستشار، هل انه يحكي له على الحاصل نتاعو وعلى الشعب ويعرف يكون المستشار قديش، خاطر نعرفوا هي كما قلت تحكي انت هي لتطبيقها ويشوف فيها شكون الاولاني نجم يدخل لها وشكون اخر واحد، كيفاش هي النصائح اللي نجم يوفرها المستشار للعائله معنا باعتبار الطالب ووالديه. هو هذه ولن نذكر انه التظاهر هذه باش تكون في المركز الثقافي والشبابي بالمندسات. الناحيه الثانيه، اولا نصيحتي الاولى هو انه التلميذ يقرا دليل التوجيه بتمعن ويجي بمعطيات، يجي بمعطياته هو، ثم معطيات رقميه بطبيعه الحال نتائجه، مجموع نقاطه، اهتماماته شنية بالضبط، يرتبهم بحسب الأولوية، مثلا عنده 10 اختيارات 5 اختيارات حسب معناها الترتيب التفاضلي نتاعو هو، هذه يختارها في المقام الأول، هذه في المقام الثاني، هذه المخفف. المستشار شو باش يعمله؟ باش يعقلن الوضعية، باش يعطيه معناها احتمالات ويقرب الاحتمالات حتى أنه التلميذ يتحصل على الاختيار نتاعو، لأنه مفتعل المقاييس التوجيه في تونس تمشي بارور دو دوميريت، معناها تمشي حسب الاستحقاق، جمله من المقاييس الرقميه الكميه، معناها ما تمشيش حسب الميولات والاحلام، وانما تعطي معناها تعطي التلميذ فرصه انه يقيم حظوظه من خلال جمله من المقاييس. اهم هذه المقاييس هي المؤشر الاول، هي مجاميع النقاط في السنوات الفارطه، معناها باش نقارنوا بالسنوات الفارطه ولكنها مؤشرات تقريبيه، لانه كل سنه ومعطيات. فمثلا سكور، مثلا مجموع النقاط في شعبه معينه سنه ماهوش باش يكون مطابق للمجموع النقاط نتاع السنه الفارطه، ولكن باش يكون قريب، ماهوش بعيد برشا. في عزيز معناها نجم الدين، نجم الدين سي نجم الدين سي نجم الدين. دونك شنو باش يعمل هو المستشار العالم التوجيه؟ باش يحاول انه معناها يعطي يقيم حظوظ التلميذ ويقرب ما بين عن طريق يحاول باش يوفق ما بين الميولات من ناحيه والاحلام من ناحيه ومن ناحيه اخرى حظوظ معينه هي النتائج. واضح جدا. شكرا جزيلا نائب رئيس الجمعيه التونسيه للاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني سي فتحي بوغرارة على كل ما افدتنا به. مهم جدا دور المجتمع المدني في رفض كل مجهود وطني، خاصه لما يتعلق الامر بالتوجيه. وانا قلت انه التوجيه المدرسي والجامعي راهو مرحله مفصليه ترسم ملامح مستقبل التلامذه والطلبه. نتوقف الان مستمعينا الكرام ليرفع حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.